السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كما الفيديو موجه للتلاميذ الأولى بكالوريا سيونس مات علوم تجريبية ليكونومي وانت اللي تكنيك اس تي ام. إذن درنا التمرين الأول، هذه غندوزو التحية ديال التمرين الثاني. إذن بالنسبة للتمرين الثاني، لو نومبغ أ اللي كيساوي راسين 5 موان 3 سيغ 2 est-il solution de l'équation? Voici le nombre 1, solution de l'équation. On ne demande pas de résoudre l'équation. Il ne m'a pas de l'équation. Et donc, on va dire que A est le seul ou le seul. Et donc, A est le seul de l'équation ou le seul. Et donc, on va dire. Et donc, on va voir que le mesure de X est le seul de A. Voici que X est le seul de X. Voici que X est le seul de X. Voici que X est le seul de X. علاش حنا نقول لك ما حاجه ما تحش لي المعادله، تاكد واش ا ان سوليسيون ولا لا. اذا نرجعوا، اذا عندي لو نومبر ا لي كيساوي راسين 5 موان 3 سيغ 2 وليكواسيون اللي هي اكس كاري بلس 3 اكس بلس 1 اللي كتساوي 0. اذا بغينا نشوف واش لو نومبر ا حل ولا ماشي حل. اذا اش غندير باش نتاكد واش حل ولا ماشي حل؟ غنرجع لان كوني هو لي اكس المجهول اكس، غنعوض اكس باش ب ا. اذا غنعوض، اذا عندي فهمت بلي اكس نعوض ب ا. اذا عندي ا كاري بلس 3 ا بلس 1 نحسبها. اذا نعوض ا، اذا عطينا شنو عطينا؟ اننا نعوض ا راسين 5 موان 3 سي كوا سي 2 تو او كاري بلس 3 فاكتور ديالاش؟ غنعوضو ا راسين 5 موان 3 سيغ 2 بلس 1. دابا نحسبو هادي نشوف واش نخرجنا 0 ولا متخرجنا 0. اذا نعوضو، اذا هنايا ا على بي على بويسونس 2، قاعدة ديال ا على بي على بويسونس ان، ا على بي على بويسونس ان راه هي ا على بويسونس ان على بي على بويسونس ان. دونك شاطينا دابا هنايا راسين 5 موان 3 2 au carré sur quoi? Sur 2 au carré plus, il y a 3 fois racine 5, il y a 3 racine 5, 3 fois moins 3, il y a moins 9 sur 2 plus 1. Il y a un chlon de benaya, à la moutabika hama, a moins b2 au carré. Il y a racine 5 au carré moins 2 fois racine 5 fois 3, 2 fois racine 5 fois 3 plus 3 au carré sur 4. Et donc plus, et donc on a le maqam, on a dit 4, on a le rejet 4. Et donc on a le rejet 4, on a le rejet 2, on a le rejet 2. Et on a tout le rejet 2, facteur de l'élève, il y a 3 racine 5 moins 9 sur 2 fois 2, il y a 4, hein, il y a 2 fois 2. Plus, باش نرد هنا 4 تولي عندي 1 هي 4 سيغ 4. إذا إيكال نحسب دابا راسين 5 أو كاري هي 5 موان 2 فوا 3 6، إذا 6 راسين 5 بلس شحال 3 أو كاري هي 9. إذا هنايا 2 فوا 2 هي 4، إذا نحط حدايا تا هي بلس 2 فوا 3 هي 6، إذا 6 راسين 5 بلس 2 فوا موان 9 هي موان 18 plus 4 sur quoi? Sur 4. Donc on dit moins racine 5 plus on dit moins 6 racine 5 plus 6 racine 5 16 loi. Et je crois qu'on a dit adna 5 plus 9 il y a 14, adna moins 18 plus 4 il y a moins 14 sur 4. Donc chaque adna 0 sur 4 il y a 0. Donc on a dit a, on a dit x b a تنا زيرو. دونك ا لي كيساوي راسين 5 موان 3 سيغ 2 اتين سوليسيون دو ليكواسيون، اتين سوليسيون دو ليكواسيون ليكواسيون اكس كاري بلس 3 اكس بلس 1 ايكال زيرو. ولكن ما خرجتنا زيرو فهاد الحال، مخرجنا هاد العدد اللي كاين زيرا ولا عدد اللي كاين هنايا، راه ماشي حل. متفقين؟ إذا ندوزو للتمرين الثالث.
قال لك مونتري كو بوغ تو ريال اي بي بوغ تو ريال اي بي ان هذه موانيه كتساوي هذه. اذا مجرد ديمونستراسيون، اذا نحسب هذه نحسبها وفي الاخر خاصني نوصل لهذه. اذا على بركه الله، وكاين التلميذ غيبدا من هنايا وخاصو يرجع لهذه، ولكن انا نفضل السهله هي هذه، نمشي نطلق من هنا ونوصل لهذه. اذا اكسس 3 إذن démontrer pour tout réel A et B. إذن عندي soit A et B de réel appartenant à R. إذن نحسب عن طريق من هنا. إذن عندي A carré moins B carré tout au carré plus 2AB tout au carré. عن طريق من هذه شتوا نحسبها. متفقين؟ اذا نحسبوا دابا. اذا اول حاجه عندي هنا متطابقه هامه، نذكر بالمتطابقه الهامه، كاين التلاميذ اللي كاين تاهو متطابقه هامه. عندي هنايا ا بصفه عامه، ندير باش نبدل عليكم او بي، ندير اكس موان اي، يلا اكس موان اي تو كاري، يعني شنو كتساوي؟ هي اكس كاري موان 2 اكس اي بلس اي او كاري. يعني نطبقوا دابا هنايا. اذا عندي بلاص اكس عندي ا كاري، اذا عطيني ا كاري تو كاري موان 2 ا كاري فوا بي كاري ياك بليس بي كاري تو كاري. هنا 2 او كاري بليس عندنا 2 او كاري 4 ا او كاري بي كاري. هنا خاصني طبقت هنا، شناهي خاصني طبقت هنايا؟ خاصني طبق عندنا هنا بصفة عامة x y à la puissance n راهي x à la puissance n y à la puissance n. ونفس الشيء كان x y z à la puissance n، هي x à la puissance n y à la puissance n z à la puissance n. اذا ندوزو للمرحله الثانيه ديال الحساب، وندقر عاوتاني بالنسبه عندنا a à la puissance n تو à la puissance m راهي a à la puissance n fois m. متفقين؟ إذا نطبقوها هنايا. إذا عندنا أ كاري تو كاري هي 2 فوا 2، إذا أ ك أ 2 فوا 2 هي 4 موان 2 أ كاري بي كاري بليس بي على بيسونس 2 فوا 2 هي 4 بليس 4 أ كاري بي كاري إذا إيكال. إذا عندي هنايا أ على بيسونس 4 ياك، عندنا موان 2 ا كاري بي كاري بلس 4 ا كاري بي كاري هي بلس 2 بلس 2 ا كاري بي كاري، بقاتنا بي على بيسونس 4. كاين التلميذ اللي غيجي يدير فيجي يدير، غيمشي يحسب هاد المتساوية الثانية هادي، غينشرها وغيلقى هي يقول غيتساواو. نقدر انا من هنا نخلي هاد ا على بيسونس 4 نردها، هي نردها كيف ما كانت ا كاري تو او كاري بلس 2 ا كاري b carré plus b à la puissance 4 il y a b carré tout carré. On va dire un petit peu comme ça, on va dire un x plus y tout carré il y a x carré plus 2xy plus y au carré. Dans un temps même, le terminé de l'aide, je n'ai pas le terminé de l'aide, il y a x au carré plus 2xy plus y au carré, il y a x plus y tout carré, donc il y a a carré بلس ب كاري تو كار، وهي النتيجة اللي توصلنا، هي النتيجة اللي باغين. إذا نتمنى نكونو هاد لابارتي الأولى اللي قريتو جدع مشترك تكونو ضبطتوها، والحساب المقبل إن شاء الله غنبداو في لونكادرومو وفي العرض في الترتيب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.